سقفاني، بابا كنيسة وبطريقة الطراز المخصوصية، السيدة الدكتورة نايم فهيم مديرة مركز الحياة الأفضل للوقاية من الإدمان والإيدز، السادة القساوسة والخدام وممثلي الإفراشيات المختلفة على مستوى الجمهورية، السيدات والسادة، إخواتي وأخواتي، صباح الخير عليكم جميعا، سعيدة جدا بوجودي معاكم النهاردة. صباح النور. أشكرك سيدي على المقدمة وبقول لك إنه لا شكر على واجب. أنا سعيدة إني موجودة النهاردة وفرصة إني في أي مناسبة أقدر ألتقي بيها بخلاصة البابا، ده بيكون شرف وسعادة غامرة لينا كلنا. الحقيقة هو شرف فعلاً لي أن أتواجد بينكم النهاردة في هذا المؤتمر الذي ينظمه مركز الحياة الأفضل تحت رعاية وبحضور قداسة البابا بطرس الثاني، لمناقشة قضية في غاية الأهمية بالنسبة لنا كلنا في مصر، كبار وصغيرين في الريف وفي الحضر في كل المحافظات على مختلف مستويات الاجتماعية والاقتصادية، وهي قضية حماية أطفالنا من التعاطي والإدمان. هنلقي الضوء سوياً على مشكلة في غاية الخطورة، وهي تدني الملحوظ في سن بداية التعاطي، سواء كان للمواد المخدرة اللي وصل لمرحلة الطفولة أو للتدخين اللي نزل لسن 10 سنوات. نتدرس معاً في هذا المحفل العلمي كافة الجوانب في هذه القضية، سواء من النواحي النفسية والإعلامية والاجتماعية، وهنا لابد أن أحيي الدكتورة ناهد فهيم على البرنامج الحافل والمتكامل لهذا المؤتمر. نكشف معاً عوامل الخطورة التي تلقي بظلالها على فئات من الأطفال فتجعلهم أكثر عرضة لهذه المشكلة، ونطرح البدائل وحلول مواجهة في أطر إبداعية وأطر خلاقة وجاذبة لأطفالنا تمكننا من دفع وجود الوقاية والتوعية إلى الأمام. نتواجد هذا المؤتمر الحقيقة مع إرادة سياسية قوية وواضحة وإصرار لدينا في الوزارة وعلى مستوى الحكومة للتصدي لهذه المشكلة، وجود في مختلف الوزارات سواء في وزارة الداخلية للتصدي بعنف لمشكلة جلب المخدرات والإتجار فيها، إرادة تستند في هذا اللقاء اللي نظمه الصندوق منذ عدة أيام وشرفتنا فيه الدكتورة ناهد فهيم، وشرفنا فيه أيضا قساوسة من الكنيسة، واتفقنا فيه كمجتمع مدني وكحكومة على أن نتصدى لهذه المشكلة ونجعلها على قمة أولوياتنا. هذا المؤتمر كان تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وحضره وزير الصحة ووزير الشباب ورؤساء جامعات، وحضره أيضا مجموعة من الإعلاميين والفنانين اللي مهتمين بهذه القضية، وكنا بنتكلم عن موضوعين: عرض نتائج المسح القومي الشامل لمشكلة التعاطي وإدمان المواد المخدرة، وده كان مسح شامل اشتغلنا فيه بقالنا سنتين بيغطي جميع المحافظات وجميع الفئات، وبيتكلم عن لحظة معينة تتبع للرصد للظاهرة سواء إدمان المخدرات أو تعاطي المواد المخدرة والتدخين أيضا. وأيضا كان في عرض لنتائج بحث آخر على جانب كبير من الأهمية، خصوصا وإحنا في رمضان والمصريين قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون وعلى المسلسلات، في تحليل لدور الدراما التلفزيونية في تناول مشكلة التدخين والمخدرات وأثرها على الأطفال وعلى النشأ، وده كان رصد لمدة 3 سنوات بيعكس زيادة ظاهرة التعاطي وإظهارها في المسلسلات من 2010 إلى 2013. أعتقد أن النتائج التي كشف عنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في هذا اللقاء اللي عقد من حوالي 10 أيام تشكل مؤشرات مهمة جدا وبتتيح معلومات مهمة جدا هتمكننا معا من إحنا نبني وجودنا الوطنية وننظمها، لأننا نتيح هذه المعلومات ونعرفها للأسر ونعرفها ونتدرسها ونكررها للمجتمع عشان نحذره منها. كشفت النتائج عن انتشار التدخين بنسبة 23.6% بين المصريين، وده ارتفاع لان سنة 2009 كان 19%، فاحنا ارتفعنا من 19% لتقريبا 24%، ودي زيادة رهيبة. انتشار تعاطي المواد المخدرة بنسبة 4.8%، واحنا النسبة العالمية بتتراوح من 4-5%، وده معناه ان احنا ما بقيناش بعيدين عن المخاطر اللي بتحيط بالعالم كله، واللي كنا دايما بنتصور ان حرصنا على ديننا المسيحي والاسلامي بيحمينا من هذه الظواهر، ولكن في الحقيقه احنا قاربنا ان لم نكن اصبحنا على نفس المستويات والمعدلات العالميه الشديده الخطوره. اساءه استخدام العقاقير، ودي بقى ظاهره الحقيقه مصريه يعني بامتياز، فكره تداول الادويه
وانا عارفه ان ده موضوع يهم مدرسه البابا بحكم الخلفيه والدراسه ايضا، انما فكره تداول العقاقير والادويه بنسبه 7.7% وصلت نسبه التعاطي المنتظم للادويه حوالي 2% 1.8%، دي نسبه عاليه جدا واحنا في دوله فقيره اقتصادها وادويتها المفروض توجه للمرضى ويحصل عليها الناس لاستخدامها كمخدرات وكمواد تستخدم في الادمان. كشف المسح ايضا على بدايه سن التدخين في مصر انخفض الى سن 10 سنوات، ومن هنا اهميه مؤتمركم واهميه مناقشه قضايا الطفوله ورعايه الاطفال، وان السن الحقيقه التدخين من 10 ل 20 سنه دي مرحله في غايه الاهميه بيتشكل فيها الانسان، وبعدين 61% من المتعاطين وسن التعاطي في الفئه العمريه من 20 ل 30 سنه، يبقى 61% من المتعاطين في مرحله الانتاج ومرحله بدايه الحياه العمليه ومرحله العطاء اللي الواحد بيبني فيها مستقبله بيقع في براثن الادمان، دي مرحله العمل والانتاج 50% تقريبا في السن ده. كشف المسح عن الكلفه الاقتصاديه للتدخين والمخدرات، حيث ان متوسط تكلفه انفاق الفرد على التدخين 199 جنيه شهريا. يا جماعه في دوله حوالي 40% من سكانها تحت خط الفقر، وبنعتبر ان خط الفقر 325 جنيه في الشهر، لما يبقى في ناس بتصرف 199 جنيه على التدخين ده رقم عالي جدا، 237 جنيه قيمه ما ينفقه المتعاطي على الادمان شهريا. فنفكر معا كيف ان صرف هذه المبالغ من فرد في اسره بيحرمه وبيحرم الاولاد في الاسره وبيحرم باقي الاسره من الانفاق على التعليم او على الصحه او على التغذيه او على اي نشاط ايجابي. دي تكلفه مباشره بيدفعوها المتعاطين والمدخنين، وده بخلاف التكلفه غير المباشره الناتجه عن مشكلات صحيه جسيمه، واحنا في بلد بيعاني من الخدمات الصحيه اللي فيه مشكلات اجتماعيه بتفسد الاسر والعلاقات الزوجيه بتترتب على التعاطي والادمان. احب استثمر مشاركتي اليوم في هذا المؤتمر لادعوكم الى القاء الضوء على نتائج البحث الثاني اللي نشرناه ايضا من حوالي 10 ايام واللي بيتناول دور الدراما في مشكله التدخين والادمان، وده في جلسه خاصه بمخاطر الادمان في مرحله الطفوله. كشف دراسه الصندوق عن ان الاعمال الدراميه في شهر رمضان، واحنا تعمدنا الرصد في شهر رمضان لانه نسبه مشاهده التلفزيون فيه بتكون عاليه، جاي في الصيف اخر كام سنه بتبقى اجازات من المدارس، الناس قاعده في البيوت من الحر وهذا من الصيام، ولقينا ان في 102 ساعه من مشاهد التدخين والادمان. 102 ساعه في هذا الشهر. 80% من الاعمال عرضت لمشاهد التدخين والمخدرات. والمشكله الكبيره انها لم تعرض على الجانب الاخر تداعيات هذه المشكله وتاثيرها على الفرد وعلى الاسره، يعني انا ممكن اعرض مشاهد المدمن ولكن ايضا اوري الجمهور ازاي هذا الادمان قضى على حياته الاسريه او قضى على مستقبله او انتهى بيه في مرض وفي ذل وفي مذله وفي سجن، ولكن احنا بنعرض ناس بتاخد شيشه وجوزه واقراص مخدره وتشم مخدرات وتتناول الحشيش ولا نظهر اثر هذا الاثر السلبي لهذه المشاهد، وفي نفس الوقت بنلاقي كثير من النشء والاطفال بيشاهد هذه المسلسلات منبهرا بالبطل خفيف الدم الظريف اللي محدش بيلومه على هذه السلوكيات في مسلسلاتنا للاسف الشديد، والحقيقه انه النسب اللي عرضت في المسلسلات هي اعلى من الواقع. يعني البحث ايضا بيقول انه حوالي 72% من ابطال هذه المسلسلات ماسكين سيجاره في ايدهم. فهي ده المسلسلات بتقول كده. الواقع 24% من الشعب المصري بيدخن، فانا بأظهر البطل والابطال في المسلسل بأضاعف ثلاث امثال المشكله، يعني احنا 24% بيدخنوا ودي مشكله كبيره وكل دول العالم المتقدم بتقلل من التدخين دلوقتي. واحنا عندنا 72% من ابطال مسلسلاتنا ماسكين السيجاره رايحين جايين بيها من اول مسلسل لاخره بدون اي اظهار لمرض ولا حتى كحه بعد ما يدخن السيجاره. المشكله الثانيه انه احنا عندنا الادمان مرتفع 4.8% في المجتمع، لكن في مسلسلاتنا 30% من المسلسلات بيبينوا انه في ناس مدمنه وحياتها بتمارسها بشكل طبيعي.
الأرقام اللي بنعرضها النهاردة الحقيقة بنعرضها عشان يعني نصارح أنفسنا ونمشي في هذا الواقع بكل أبعاده، وعشان مع نفس الآليات لمواجهة هذه الظاهرة بأسلوب علمي قابل للتقييم وقابل للتقويم وقياس الأمر. في صندوق مكافحة هلاك الإدمان اللي أنا سعيدة إنه جزء من الوزارة وبينبعها، بنشتغل مع العديد من الشركاء، ومن أهم شركائنا الدكتورة ناهد اللي إحنا بنحييها أولاً لأنها امرأة مصرية رائعة مشرفة لكل السيدات المصريات، محبة لعملها بتعمله بحب، وأنا دايماً بقول إن الشغل اللي بيتعمل بحب بيجيب أحسن نتائج. فإحنا بنتكلم مع وزارة التربية والتعليم وأخذنا قرار في مجلس الوزراء بدمج مكون تعليمي في كل المناهج بيخص قضية التدخين والمخدرات في مراحل الابتدائي والإعدادي. فالكتب اللي بتطبع دلوقتي في مطابع وزارة التعليم حتى يكون فيها أجزاء تتضمن توعية بمخاطر المخدرات والتدخين. الشغل الآخر بيتعمل مع فضيلة الإمام الأكبر اللي مهتم أيضاً بهذه القضية بشكل كبير، أن تتضمن خطط المساجد يعني خطب المساجد تتضمن توعية بقضايا الإدمان وحرمانية الإدمان والتدخين والتداول بتاع المخدرات. أيضا في شغل مع جامعة الأزهر واتفاقية عملناها عشان تتضمن مناهج جامعة الأزهر عشان قوافل اللي بتخرج من جامعة الأزهر للتوعية والوعي بمخاطر الإدمان. بنتوسع أيضا في تنفيذ برنامج اسمه اختار حياتك، وده لوقاية النشأ من التدخين والمخدرات، بيوسخ أساليب الوقاية غير التقليدية، بنعمل مسرحيات وبنعمل أغاني وبنعمل شعر وبنعمل أدب، وبنحذر من خلاله من السلوكيات الضارة، ودي مخرجات هذا البرنامج أترككم للإطلاع عليها واستخدامها في عيادتكم وفي دروسكم وفي أنشطتكم، لأن الحقيقة جايبة نتيجة كويسة مع الشباب في المدارس. اشتغلنا لحد دلوقتي في 1300 مدرسة وبنسعى إن احنا نوصل ل 2500 مدرسة من خلال فرع من المتطوعين من الشباب الجامعة والمدارس الثانوي اللي بيزوروا هذه المدارس ويقدموا هذه المسرحيات وهذه الأغاني، فبتكون مقبولة للشباب ومقربة ومحببة للأطفال. أيضا في حملة إعلامية بدعم من القطاع الخاص أنتجنا 7 أفلام قصيرة كل منها حوالي 30-40 ثانية، وأنا بنتهز هذه الفرصة الحقيقة عشان أشكر قناة أون تي في واللي شايفاها بتتابع معانا النهاردة، لأن المركز سمير ساويرس بيذيع هذه الأفلام مجانا. أيضا قناة صدى البلد اللي بيرأسها الدكتور محمد أبو العنين بتذيع هذه الأفلام مجانا في وقت الحقيقة في شهر رمضان ال 30 ثانية فيه ب 17,000 جنيه. ده يعتبر مساهمة كبيرة من هذه القنوات القطاع الخاص اللي في وسط زحمة المسلسلات كل ثانية ليها ثمن، شعورا منهم بأهمية هذه القضية وافقوا على إذاعتها مجانا بالتفاوض مع باقي القنوات ومع باقي الإعلاميين. وهنعمل إن شاء الله بعد رمضان مجموعة من الموائد المستديرة مع صناع الدراما عشان نتكلم عن دورهم في توعية المجتمع وتوعية النشأ. أيضا بنتوسع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل مجانا من خلال خط ساخن، وده مهم جدا ان حضراتكم تنشروه في كل مناسبة ولكل المواطنين، رقم 16023. هذا الرقم في سرية تامة بيرشد المتصل سواء اذا كان هو المدمن او بيشعر ان احد اقربائه او احبائه وقع في براثن الادمان، بيرشده الى مراكز العلاج في المستشفيات العامة ومستشفيات الجامعية ومستشفيات التعليمية ومستشفيات التأمين الصحي في أقسام صحة نفسية، ونبعته لهذه المستشفيات. بيكون في مندوب من الصندوق في انتظاره وبيوصله بالطبيب المختص، وبيتكفل الصندوق بتحمل تكلفة العلاج في ناس بتحتاج علاج من الخارج، بمعنى إنه يروح ياخد دواء أو ياخد نصح أو ياخد روشتة، وفي ناس تانية بتحتاج احتجازها في مراكز علاج الإدمان. ايضا الصندوق بيغطي تكلفه هذا العلاج، فارجو ان حضراتكم جميعا ترشدوا الناس وتوعوهم، لان مش كل الناس عارفه، ودي كانت احد نتائج البحث ان نسبه بسيطه يمكن 30% من او 35% من المتعاطين سمعوا عن هذا الخط. 16023 هو الرقم مره اخرى. الفتره الماضيه ضمينا مركز حلوان لعلاج المراهقين والاطفال للمراكز الشريكه، والحقيقه في عدد من الأطباء المتميز جدا المؤمن بهذه القضية بيشتغل معانا في الموضوع.
الفترة الحالية في تعاون ما بين وزارة التضامن، قلنا بقى احنا لازم نستفيد من الصندوق اللي بيدفع لينا، اتفقنا مع رئيس الصندوق ان هو يعمل مع إدارة الرعاية علشان مؤسسات الأحداث، مؤسسات الأطفال بلا مأوى، دور الأيتام اللي فيها أيتام ونشأ في مرحلة إعدادي، أيضا يكون فيها توعية بمخاطر التدخين وبمخاطر الإدمان، لأن هؤلاء الأطفال بيبقوا معرضين وتحت ضغوط نفسية كبيرة. أخيرا أحيي هذا المركز، أحيي مركز الحياة الأفضل للوقاية من الإدمان التابع للكنيسة المصرية. إحنا الحقيقة سعداء بالشغل اللي بيتعمل، شغل مهم جدا لمصر كلها. هذا المركز هو من أهم شركاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتعاون معاه في فترة طويلة، من فترة طويلة جدا يتم تدريب الخدام وتنفيذ برامج توعية مختلفة في الكنائس، بنطور مجموعة من الأدلة والبرامج معا، نتطلع في الفترة القادمة لتعاون أكبر، لتعاون أوسع، لشغل مع المراكز الأكاديمية المتميزة في مجال التدريب والتوعية القضية. وبختم كلماتي بإني بأحييكم جميعا، بشكركم على الشغل الجميل اللي بتعملوه في الدروس وفي المدارس وفي العياضات وفي رعايتكم للمجتمع المصري بكل أطيافه، وأنهي كلماتي بإني أشكر قداسة البابا بطرس وأقول له حمدنا على السلامة وسعداء بوجودك معنا.